أصدقائي الطلبة. إيه ده؟ تعال هنا يا عم. أصدقائي الطلبة، أنا يا ابن الفاصوليا، في أوقات الفراغ لازم الواحد برضو يعمل حاجات تفيد المجتمع اللي عايش فيه. وشي هعديك وشك. يعمل حاجات مهمة للبيئة المحيطة ليه عشان يصفو بيهم وكلام كبير كده. فأنا قررت إن أنا أتعلم هذا الطفل الفظيع المريع اللغة العربية. واللغة العربية هي أصلا يعني لغة طبعا صعبة وكل حاجة، بس أنا عايز أعلمه اللغة الصحيحة. أوكي سيخ أكتر معي أنتر سيخ أكتر سيخ مار أنتر سيخ مار بلح بلح على الله يتمر على الله على الله يتمر. صعبة دي منها بلاش نشوف حاجة تانية. عجلة 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 اوكي طالما عندك النية السليمة مش مشكلة الباقي يعني. تحب تتعلم مثلا حاجة من الأقوال المأثورة مثلا زي يا ابني يا ابني احنا في الحصة دلوقتي. ركز معايا، تحب تقول ايه يا حبيبي؟ طيب قول كرسي. يا باي بابا ما فوتش معاك. ولا حد فاهم منك حاجة، انت عمال تهزي. يا باي بابا. نعم يا باي. اوكي يلا فرصة سعيدة، اعمل لهم باي باي.